في سفيرين للوقت في الأسبوع هذا. الأسبوع الماضي كان من؟ محمد فهد المطيري ومحمد السالم. توقفوا معي شوي مشكورين عشان تلبسون سدريات زملائكم الآخرين. من اللي معنا تصويت؟ طيب دقيقة. طيب اللي حصل على 500 نقطة بين محمد السالم وفهد المطيري وستضاف إلى رصيده هو المتسابق محمد السالم. طيب أما السفيرين اللي يستلمون زمام الأمور وسديريات من الشباب هما سمعونا تحية للي وثق فيه الجمهور وأعطاه التصويت الأعلى. التصويت الأعلى هو ايش معنى التصويت الأعلى؟ يعني معناها أن الجمهور ما تدخل أو اللجنة ما تدخلت مع الجمهور خلاص، يعني معناها أنه في فارق تصويت كبير، معناها الجمهور يقول إلا تعطونا لأن حنا حابين يكون متواجد سفيرا للوقف. سمعونا تحية قوية للمتسابق مهند الفيصل. الله أكبر والانتصار لنا. عمر بن هذال كان في معركة وحرب. هم يحسبونا عمادة ترى ما بارك الله فيكم. إن شاء الله عند الله خير من العمادة يا حبيب أخوك. انت ان شاء الله في الجنه واللي في العماده في الجنه كذلك ان شاء الله. فيكم لا تستعجلوا. اما الاخر فهو بالحقيقه راكان من ملهي لكن لانه معاون وعشان كذا يتنازل ننزل للتصويت اللي بعده الثالث. فاعطونا تحيه للمتسابق اللي حصل على ثاني السفراء كتصويت من الجمهور المتسابق محمد الزعيزعي. بارك الله فيكم. وين اصبر وين القبلة؟ ما شاء الله. يا سلام سجود شكر. جزاه الله خير. لا انا فاز. لي الشرف الله يرحم والديك. والله انه شرف كبير يا ابو عبد الله. الله يرفع قدرك. ابشروا بالخير. كم الوقفه الحين؟ الحين 42%. ما علي. ابشر والله بالسعد. 96%. ان شاء الله اني قفل. بتبيع الشاص؟ لبيه؟ تبيع الشاص؟ ابيع الشاص والهايلوكس لو تبيني ابيع حسوم. لا قلت تهورت. مهند فيصل ايش تقول؟ اقول باذن الله ان اعطوك الثقه الجمهور. نعم. اعطوك الاول كاعلى نسبه تصويت، يعني ترى فارق مو بقصور الشباب، لكن كانوا يقولون تعطون مهند غصب. والله يبشرون باللي باذن الله يبيض وجيههم. وباذن الله باذن الله لا بحط امكانيات اعلى في يعني اساليب ترغب الناس في الصدقه باذن الله. الحين ساعدني فيها اخوي. في اغلى من الظنا؟ ما في. ايه انا اضطريت ولدي حسن علشان الخير. ايه عشان الجنه. الله يكتب اجوركم. ابشروا بالسعد ان شاء الله. باقي في اعلان.